من هلمت. هلمت اللي هو قطار راس هذا اذا ما دراجه ساق الدراجه يكون هلمت عليه مخالفه. مثلا عندنا القفازات هذه سبحان الله طاحت الدراجه باليد شخص ولا سبحان الارض وتي شموخ. بس اللي اهم من هذا كله اللي هو السيفتي اللي في البر، لان اغلب الناس تاخذ فكره يعرفون ان الشارع فيه خطوره بالنسبه للسياره او الدراجه، لكن في البر هني المشكله. أبو ريال الأمور يأخذون الدراجة حق عيالهم مثلا بعدين ما يفكرون في اللي هو السيف. نحن بالنسبة لنا احنا رسالتنا نقول دائما تعودنا بيننا وبين ربعنا، أول شيء نشتري السيفتي بعدين نشتري الدراجة. السيفتي هذا هو عبارة عن 90% إجراء وقائي. الإجراء الوقائي هذا هو اللي يحمينا نحن من الحوادث. الحمد لله بالنسبة لحوادث الدراجات اللي في الشارع الحضور يعني اغلبها فيها مشاكل اللي هي السرعه والاهمال. اذا كان الدراج مش منتبه ويسرع خاصه الدراجات اللي هي مالت السرعه، في دراجات مال السباق وفي دراجات اللي نفسها النوعيه هذه حق الدراجات حق التمشيات. هذه ما فيها خطوره كبيره، لكن الخطوره الاكثر لان اغلب اللي يسوقون الدراجات ناس كبار وبالغين. بس اولياء الامور الله الله في عيالكم، قبل ما تاخذونهم اي دراجه خذوا لهم السيفتي. هاي نصيحة للجميع خاصة في البر. شو نوع السيفتي اللي يعني وين ينوضع حق الشخص مثلا؟ أجزاء السيفتي نعم أخوي جاسم، اللي هو أول شيء الهلمت اللي هو يسمونه الخوذة على الراس. طبعا أنا لابس هذا النوعية هذه مش لأن ما يعني هي خاصة حق دراجة الشارع. بالنسبة لدراجات البر لازم تكون حماية للوجه كامل، حتى اللي هم الصغارية، الشباب الصغارية اللي دراجاتهم من المربع أهم شيء لهم. بالإضافة إلى لبس اللي هو قفازات، بالإضافة إلى الركبة نعم. بالإضافة إلى الجواتي، الله كرمتكم على هالجواتي. هالجواتي مش شكل، هالجواتي خاصة ضد الحرب وضد إذا صار بالآيل مهلة سبحان الله ولا شيء. والشيء الثاني حق اذا هي ترين يعني تحت الدراجه ولا حديده اطول يعني تكون الحمايه فيها قويه. طبعا نفس السيفتي نفس السيفتي نعم باليد والركبه والراس نفسه اللي في البر هو نفسه في اللي في البر قصدي على في المدينه نفس الفكره لكن نوعيتها تختلف نوعيتها. اخر كلمه اخوي عبد الله شو تبغى تقول حق اولياء الامور اللي يمتلك دراجة أو اللي راح يفكر يشتري له أو حق عياله؟ أنا أقول لهم صراحة الدراجة لا تخافون منها، بالعكس الدراجة يعني أنا قدامكم الحين مثلا قدرت أسوي علاقة معاكم ومع المجتمع بواسطة الدراجة. الدراجة ما منها مشكلة، لكن المشكلة اللي هو ثقافة الشخص اللي يسوق الدراجة. هاي الدراجات اللي جمعتنا وياكم الحين. بالدراجة تقدر تسوي علاقات اجتماعية وايدة ويقدر صاحبها مع المجتمع ويقدم خدمات وايده للمجتمع. احنا ندري كلكم تحبون الدراجات. حتى اللي ما يشوفها يحب الدراجه. فهي مش عباره عن رساله، الدراجه خدمها اول شيء بس على القياده والشيء الثاني خدمه للمجتمع. فالدراجه ما من اخوكم، لكن قبل ما تاخذون الدراجات خذوا عن عيالكم او الشخص اللي ياخذ الدراجه ياخذ اللي يريد الجيش. ملابس الدراجه.